بنتكلم عن اخر ساعات قبل رمضان، فاحنا هنعد كام ساعه ونبتدي اول سحور، كام ساعه صيام، وبعد كده يجي الفجر. الاعداد مهمه جدا، مش بس لشهر الفضيل انما في حياتنا كلها. العد من واحد الى ما لا نهايه. العد له علاقه بحياتنا، له علاقه باحتياجاتنا، له علاقه بمشاكلنا، وله علاقه بحلول مشاكلنا. خلينا اقول انه مع بدايه شهر رمضان هيتم تقفيل الدفاتر في اكبر تعداد بتعمله مصر كلها. يعني الايام الاولى من رمضان ستشهد اخر ارقام تضاف لتعداد مصر الكامل، وده واحد من اكبر، لا مش واحد، هو بالفعل يعني في المطلق هو اكبر تعداد بتعمله جمهوريه مصر العربيه، نظرا لانه طبعا كل شيء زاد، اعداد السكان واعداد المنشات، كمان وسائل العد والحساب والاحصاء اكيد اتطورت وبقت اكبر ويمكن اكثر دقه. بس محتاجين نعرف مش ارقام اوليه، محتاجين نعرف التعداد ده تم ازاي، لانه كل ما بنسمع حاجه عن تعداد السكان اللي بيحصل بنسمع اشياء، تفاصيل، كل تفصيله منها محتاجه سؤال او مليون سؤال. مبدئيا عشان نعد مصر دي كلها محتاجين كام بني ادم كده؟ يعني كم واحد لازم يروح ويسأل؟ صحيح ان في هو اول تعداد الكتروني في التسجيل وفي الديكودنج في يعني فك الاعداد دي ووضعها في خانات، انما في بشر لازم بتخبط على الناس، بتقابلهم، بتاخد معلومات، هي اللي بتدخل البيانات. تفتكروا كم واحد مفروض يعد عدد سكان مصر الكبير جدا؟ الحقيقه ان هو عدد مهول، جزء صغير منه بس بيملى الاستوديو النهارده. برحب وسعيده بوجود موظفين ومتطوعين مع الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، لانه دول اللي بيعدونا. انتوا اللي بتعدونا صح؟ انتوا اللي هتطلعوا الارقام. يا خوفي من اللي هتكتبوه. هتكتبوا ارقام عامله ازاي؟ نعم، بتكتبوا ارقام كتير. واحنا ما شاء الله كتير. سعيده بوجودكم، ومقدما من قبل ما تخلصوا شغلكم بحييكم على المجهود الجبار المبذول، كما سمعنا وكما رصدنا. عشان نعرف معلومات اكثر تفصيلا خلينا نرحب برئيس الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء الوزير ابو بكر الجندي. اهلا بخير يا استاذه منى. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بك. كل عام وانت بخير. انت بخير يا فندم. كل سنه وانت طيب. انت طيب. متشكرين. متشكرين. مساء الخير. كل عام وانت بخير. وحضرتك ومصر كلها بخير. يعني ما اعرفش ده من حسن الطالع بالنسبه لكم ولا حاجه صعبه ان انتوا تنتهوا من اعمال الاحصاء العام او التعداد الكبير لمصر مع اول اسبوع من رمضان؟ بتهيألي ده اوفرلود. لا، هيبقى اوفرلود طبعا. اوفرلود لان ظروف العمل في رمضان بالنسبه للي هيشتغلوا في الميدان دول هتبقى اصعب كتير من العمل في الايام العاديه، لان الاسر بتبقى منشغله في رمضان اكتر من بقيه ايام السنه. لان يمكن هم يعني ناس كتير قبل الفطار يحبوا يريحوا شويه، فلما حد هيخبط عليهم البيت هيبقى عايز منهم مجهود شويه اكتر عشان يقنعوا الناس ان هم لازم يدوا البيانات. انتوا هتشوفوا الويل. لا، هو مش بس الصيام ده، الناس بتبقى روحها في مناخيرها. لا، وبعد كمان بعد الفطار الناس بتفطر، او قبل الفطار شويه بيجهزوا للفطار، وبعد الفطار هيفطروا ويحضروا نفسهم يروحوا يصلوا ويجوا من الصلاه عايزين المسلسلات. صحيح. فكل ما حد بقى يخش من دول في يعني يخترق هذه الخصوصيه يبقى عايزه منهم مهاره اكتر. اي نعم، احنا بندربهم على مهارات التواصل وازاي يتعاملوا مع الناس، لكن هيبقى ظروفهم اصعب، وانا مقدر هذا. بالاضافه ان هم شخصيا صايمين. هم كانوا صايمين، هيخشوا قبل الفطار وبعد الفطار. لا يعني قصدي يعني هم كمان حياتهم طبعًا نفسها مرتبكه. طبعا معظمهم هيبقوا صايمين طبعا. وبعد الفطار هيبقى المهم اصعب. فاحنا بندفعهم دفعا دلوقتي ان هم ينجزوا اكبر انجاز عشان طب انا هقول لحضرتك على حاجه، هم كانوا يستحقوا كل التحيه لشغلهم،
طبعا. بس عشان الاسبوع الاخراني ده اللي في رمضان يستحقوا تحيه دبل، يعني نرفع معنوياتهم بس. انا دلوقتي كنت مع الوزير ابو بكر الجندي كنت بقول انه ده التعداد الاكبر في مصر، كل ما اجي اتخيل الجيش اللي ممكن يكون بيعد المصريين قوامه قد ايه تبقى الاجابه تخض. طبعا اكيد مش هتعتمدوا على الموظفين اللي في التابعين للجهاز. لا لا لا، ده الموظفين اللي في الجهاز ما يجوش 1% من اللي عاملين حاليا في الميدان او اللي بيشتغلوا في الميدان. يمكن اللي موجودين في الجهاز خططوا وأعدوا خلال 4 سنوات سبقت التعداد وتعبوا وسهروا، وخاصة إحنا يعني بقالنا يا أستاذة منى أكتر من 5 شهور الناس اللي بتدير التعداد ده ما خدتش يوم أجازة، بتشتغل من الساعة 9 الصبح ل 11 بالليل، كتير جدا منهم بيباتوا في الجهاز وعاملين لهم أماكن يناموا فيها. معلش الوزير، معلش عشان هم قاعدين، أخذ أوفر تايم؟ لا، ما هم الأوفر تايم ده للعاملين، للعاملين في الجهاز كمان من غير اوفر تايم، ده ربنا معاكم. ال 40,000 اللي من بره الجهاز دول 40,000 هو ده الرقم بقى، ده اللي انا ده السؤال مصمم لاجل هذه الاجابه. 40,000 من الشباب المتطوعين بشكرهم جدا على انهم بيشاركوا في هذا العمل الوطني المهم الكبير. بيشتغلوا 40,000 ده رقم مهول طبعا. 40,000 تخيلي بقى حضرتك الجهد اللي ورا ان هم اصبحوا مدربين ازاي، كنت بتدربيهم في كل المحافظات في حوالي 400 مقر. 40,000 مشتغل في العد في تعداد مصر. تمام. من 21 من كم محافظه؟ من كل المحافظات، كل المحافظات من كل. احنا جايبين لحضرتك النهارده، احنا اللي معانا اللي معانا النهارده من 21 محافظه من تقريبا. طب بخلاف القاهره والاسكندريه والبحيره من اي محافظات معانا؟ ده أهلية، مضغمر، يا أهلا وسهلا، كفر الشيخ، أسيوط، شرقية، سوهاج، فيوم، بورسعيد، أليوبية، بني سويف، كل واحد واحد وبني سويف. هستأذن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وكل اللي موجودين معانا في أنه إحنا عملنا معايشة مدة ساعات من أول ما المتطوع كان بيسأل الناس في الشارع لحد ما المعلومات اتخذت من التابلت ووصلت للغرفة المركزية اللي بيتم فيها صب كل المعلومات. سيرفر، إحنا عندنا سيرفر بيتلقى من 40,000. ده رابع أكبر مشروع في العالم من حيث عدد المشتغلين اللي بيرسلوا في نفس الوقت at the same time to one data center to مركز بيانات واحد. ده يعد رابع أكبر مشروع من هذا النوع في العالم. طيب خلينا نشوف المعايشة اللي احنا عملناها مع رحلة أو أكتر من رحلة لأخذ الأرقام الأهم في مصر، إن احنا بنعد البلد، مصر بتتعد. هو احنا فريق من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بنقوم دلوقتي بالمرحلة الثانية من مرحلة حصر السكان، وهي مرحلة حصر الأسر. صباح الخير، معاك ندى من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. اهلا وسهلا. الاي دي؟ اهلا وسهلا. عدد الأوض اللي في الشقة؟ 3. طب وجمع البيانات لسه كلها؟ هو حضرتك دي تعتبر قاعدة بيانات بالنسبة للدولة، هي الدولة بتستفاد منها واحنا كمان بنستفاد منها. لما اتجوزتوا كان عندها كام سنة مدام؟ كان عندها 20 والله، يعني شغلانة من 20. عادي ممكن نخبط على الشقة التانية. حضرتك عندك ميكروويف؟ تكييف يا فندم موجود؟ ماشي يا فندم، بس انا مش هدي بيانات تاني، هدي المره الاولانيه مش هدي بيانات لحد تاني. هو حضرتك تعاملت معانا المره الاولانيه، المره الثانيه مش هيحصل مش هدي. لا يا فندم، احنا ما بنثبتش حاله من الكلام ده. عند حضرتك كام سنه؟ 27. مؤهل حضرتك؟ دبلوم؟ ما
والله انا اتمنى ان هي تبقى في صالح البلد، تفيدنا احنا عامه كشعب، تفيدنا في اي حاجه تعملوها لنا بالنسبه للحياه الصعبه اللي احنا فيها دي. لا في الاول بصراحه خفت، بس بعد كده هو فهمني وكده، فخلاص اديت له كل المعلومات اللي هو عايزها. بس ما بنحسش بجديد يعني، في ناس بتاخد البيانات والدنيا بتمشي وكأن ما فيش حاجه حصلت. احنا بنقابل صعوبات كتيره جدا، في ناس بترفض تدينا بيانات خوف مننا، الناس شايفه ان الادلاء بالبيانات هيحرمهم من التموين، يحرمهم من رغيف العيش، في ناس بتقتنع وتدي البيان كامل وفي ناس بترفض تدي البيان. احنا هنا في غرفة العمليات الرئيسية لإدارة أعمال التعداد، قدرنا نجمع خصائص حوالي 60 مليون. في 60 مليون أنا قادر أوصل لمعظم الخصائص بتاعتهم، فلو وصلنا، لو وقفنا على الحالة التعليمية أو على مؤهل دراسي، هنجد إنه الحاصلين على الدكتوراه حوالي 50,000، والحاصلين على الماجستير يفوق 62,000، والمؤهل الجامعي 5,117,484، والأميين في من 60 مليون حوالي 12 مليون. وفيما يتعلق بالمنافع وخاصة المطبخ، إنه في 90% من الأسر عندها مطبخ خاص، وإن في 8.9% المطبخ مشترك، وإنه في 8.1% ما عندهمش مطبخ. العمليات المركزية أو السيرفر بالتأكيد حاجة لأول مرة تشتغل، حاجة محترمة جدا. بالاتفاق مع معالي الوزير أبو بكر الجندي، قلنا أننا هتقمص المواطن اللي عنده قدر من التعليم، اللي غالبا الطبقة المتوسطة، اللي ممكن يبقى مش بس يعني اللي ممكن يبقى متشكك أو حريص في التعامل مع أي غريب يخبط عليه الباب. يعني اتفقنا أن أنا همثل المواطن ده وهو هيمثل الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. النوع ده من المواطنين عنده إدراك عام وفاهم أهمية التعداد، بس كمان هو عنده رسائل من الدولة برضو، من أجهزة الأمن، من المتخصصين الاجتماعيين، إنه أنت طول الوقت ما تديش الأمان لغريب بيخبط عليك الباب، تحديدا في المدن مش في الأرياف والأقاليم حيث الناس تعرف بعضها. أنا لو حد خبط عليا وقال لي زي السؤال كده، واحد خبط على واحد بيته قال له أنت اتجوزت مراتك وهي عندها كام سنة، يعني أنا مش عارفة كام في المية من السكان ممكن يجاوب على السؤال ده. لازم يجاوب على السؤال. أيوة، ما هو لازم حاجة. أنا بتكلم أنا والمعالي الوزير دخلنا في الجدل ده، ما هو لازم يجاوب عليه بالقانون. بس إحنا دلوقتي مش بنتكلم قانون، إحنا بنتكلم نفسيا وثقافيا. صحيح الحمد لله الجزء الأكبر تم، بس لازم نجاوب على الأسئلة اللي ممكن تبقى في ضمير أو في عقل اي حد هيخبط على باب البيت. تمام. فانا لو اي حد سالني هبتدي باول حاجه ويوريني الكارت، اول حاجه هساله وانا اش ضمني ان الكارت ده صحيح مش مزور؟ مش ده سؤال منطقي؟ تمام. يعني ده سؤال مش ضد فكره التعداد. تمام. بالعكس، هو لتاكيد انه اللي بيتواصل معايا ده فعلا من جهاز ال تمام. اول حاجه ان احنا البدايه مش من ساعه ما المندوبين خبطوا على الباب. البداية من سنتين فاتت، احنا في كل كتب في الكتب بتاعت المدارس للابتدائي والاعدادي والثانوي لسنتين متتاليتين، السنة اللي فاتت والسنة الدراسية دي، في درس عن التعداد، واحنا منسقين مع وزارة التربية والتعليم نحط الدرس ده في مادة اللغة العربية، مادة اللغة الإنجليزية، في مادة الرياضة الرياضيات، وفي الدراسات الاجتماعية. يعني احنا درسنا ل 21 مليون تلميذ وطالب في السنه اللي فاتت والسنه دي هو التعداد واهميته. الغرض مش هم، الغرض ان هم يروحوا يقولوا في البيت ل 12 13 مليون اسره هم جايين منها ال 21 مليون دول، عشان الاسر ولادها راح. احنا ده الغرض من التدريس، والمدرسين تم تدريبهم على ذلك بنماذج الجهاز عدها بالتنسيق مع وزاره التربيه والتعليم. السوشيال ميديا، السوشيال ميديا عليها كل الاعلانات، الاعلانات على الطرق في كل المحافظات. انا قصدي اقول البدايه ليست دي خطوه مهمه، خطوه التعريف. البدايه ليست المرحله اللي احنا بنخبط فيها على الباب. وبعدين كنا في مرحله المباني بنطلع 260 مره في اليوم
باعلانات 10 ثواني او 30 ثانيه في كل المحطات في اكتر من 22 قناه وفي كل الراديو اذاعه القران الكريم الشباب والرياضه الاف ام كل ده. فالبدايه ليست من بدايه التخبيط على الباب. بنحاول نساعدهم قدر الامكان بوعي مجتمع يعرفه. لما خبطنا وبنقول له اتفضل ادي الاي دي بتاعتي عليها علامه مائيه معمولة في أحسن المطابع مطابع الشرطة وبنشكرهم إن هم ساعدونا في إن هم يعملوا هذا الأي دي اللي موجود قدام حضرتك دي فيه علامة مائية زي الفلوس صعب تزويره. ثم الأي دي ده عليه نمرة التليفون لو حضرتك متشككة خد الرقم التليفون هو سهل جدا 0800-371-37 كلمي الرقم ده هيرد عليك الكول سنتر تقولي له أنا عندي حد بيدعي إنه من جهاز الإحصاء اسمه كذا هيرد على حضرتك يخش على قاعدة البيانات لأنه عارف المنطقة دي فين هيخش على قاعدة بيانات يقول لك أيوة اللي عندك اسمه كذا 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 لأنه كل اللي قدام حضرتك دول في قاعدة بيانات بأرقامهم وبأماكن عملهم. دي إجابة محددة جدا ومهمة جدا إن احنا نعيد التوكيد عليها إنه أنا لو جاي لي حد وشفت علامة مائية أو لسه ما زلت متشككة إنه ممكن حد يزور العلامة المائية خدوا اسمه الرقم هنعرضه على الشاشة بشكل واضح جدا اتصل اقفل الباب انا هقول لحضرتك انا السلوك اللي اي طبيعي. حد طبعا متوسطه يعني هقفل الباب اقول له لحظه واحده اكلم الرقم ده هيرد عليا الكول سنتر اتاكد من هويه كول سنتر يعني هو مش متفق مع واحد يقول له هو لا يعني هو هيتكلم هيرقم هيرد عليكي فورا كول سنتر 10 ثواني على الاقصى اتاكد من البيانات والمعلومات الخاصه بالشخص اللي تابع للجهاز الاحصاء للجهاز ايوه بعض الاسئله ممكن تبقى محرجه يعني وهو يقول انا مش عايزك انت تعرف المعلومه دي اول ما حضرتك تاكدتي بقى ان ده من الجهاز هنا اصبحت العلاقه القانونيه قائمه لست مخيره المواطن ليس مخير بعد ما تاكد هو بقوه القانون القانون عندنا قانون 35 لسنة 60 معدل بالقانون 82 لسنة 28 لسنة 82 بيقول ايه المشرع الواعي قال ايه وده مش عندنا في قانون الاحصاء بتاعنا بس في كل قوانين الاحصاء في العالم لما يجي لك جهاز الاحصاء يا مواطن انت لست مخير انك تدي البيانات او ما تديش مجبر ان تجاوب على كافة الاسئلة اللي بيسألها لك المعاون او الراجل الشخصي اللي موجود ليه لان لو جيت لك يا استاذه منى واديتيني بيانات وجارتك ما ادتنيش او ادتني شويه وشويه لا واللي بعد اداني واللي بعده ما ادانيش اذا انا عمري ما هجيب بيانات مكتمله عن الايه عن المجتمع المشرع قال عندما تتاكد فانت هنا مش مخير واذا كنت هتمتنع عن الاجابه او هتعطل عمل من اعمال التعداد ده يمكن واحد بواب على البيت ما يرضيش يطلع حد هو ما امتنعش عن الإجابة لكن عطل الناس إن هم يشوفوا أعمالهم أو أدليت ببيانات غير صحيحة كل ده ارتكبت مخالفة بقت جنحة عقوبتها يا إما 500 جنيه غرامة يا إما الحبس من شهر إلى 6 شهور عمرنا ما بنتبع هذا الأسلوب لكن بنتبعه في بعض الأحيان يعني على فكرة أسئلتي كلها منبعها مش الامتناع أو محاولة إيجاد طريقة لعدم مساعدة العدادين أو اللي بيقوموا بدور العد لا أنا كل أسئلتي هي أسئلة مش إنسانية أسئلة مهنية عشان نعرف فين السؤال المتشكك أو اللحظة اللي ممكن يحصل فيها مشكلة فنقولها مقدما يعني مفيش داعي للترهيب اللي حضرتك يعني إحنا تخيلنا أن أنا الشخص اللي بفتح الباب زمان يتحبس 3 سنين سجن بسبب معالي الوزير حد. لا أنا سؤالي افرض مثلا حضرتك قلت لي وأنا عرفت معلومة منك بشكل مباشر إنه كتير من المتطوعين أبناء المنطقة الجغرافية ده منطقة جدا أبناء الحي وأبناء الشيخة وشرحت لي قد إيه دي حاجة دقيقة طيب أنا ممكن يبقى عندي تحرج إنه ابن الحي يعرف المعلومة الأسرية جدا دي اللي أنا ممكن أديها للدولة اللي هتضمن سريتها بس أنا عندي مشكلة إنه الشخص اللي قدامي ده يمكن جاري تمام. يمكن في حاجة أنا مش عايز أقولها له إحنا قلنا للمواطن أنت لو ما تجاوبتش في التزام قانوني برضو احنا علينا التزام قانوني عشان تطمني وانت بتدينا البيان البيان الفردي اللي انا باخده من حضرتك من الاسرة او في المرحلة الجاية في المنشأة هو سري وله اعلى درجات السرية واللي يسربه من الجهاز له ايضا عقوبة 6 شهور حبس لانه مش هنديله 3 ايام خاص لان ده دي
برضو ده في دي معلومة مهمة جدا في غاية الأهمية جدا. علشان أنا حاسة كده إنه بعد التعداد كلنا هنتحبس إحنا وإنتوا يعني عندي إحساس كده إنه كل واحد ياخد باله كويس. بطمن المواطن إن البيان اللي أنا باخده منه مفيش أي جهة في الدولة ده مهم جدا تقدر تطلع عليه، لا ضرائب ولا تأمينات ولا أي جهة تقدر تهوب ناحية باب الجهاز تسأل على بيان فردي. أديهم الشارع ده فيه قد إيه، أديهم المنطقة دي فيها قد إيه، الحي ده فيه قد إيه، الشيخ ده التعداد معمول علشان كده علشان نقدر نطلع بيانات تجميعية. أما البيان الفردي بقوة نفس القانون ما نقدرش نطلعه أبدا لأي جهة في الدولة. ده مهم وأيضا جدا بالمبادئ الإحصائية الأمم المتحدة عندها لجنة إحصائية هي مرجعتنا الفنية، هي بتطلع مبادئ 10 للإحصاءات بتاعتنا اللي احنا نمرة 5 فيها سرية البيانات الفردية مهم. لأن هي دي الميثاق اللي بيني وبين المجتمع. لو أنا طلعت بيان الفردي بتاع الأسرة أو بتاع المنشأة بعد كده ما حدش هيرضى يديني بيان بعد كده. صحيح. فلذلك صحيح. البيان الفردي بيان له أعلى درجات السرية. هل في طريقة إن أنا أدخل البيان ده، يعني أنا في طريقة إن هو يديني التابلت وأنا أقعد أكتبها ولا لأ؟ ده سؤال ممكن يطرق على ذهن أي حد يا معالي الوزير، والسؤال لا حرم ولا عليه عقوبة. كان هذا متاحا، ده كان متاح جدا لكل المواطنين اللي هم إحنا كان في متاح في المرحلة اللي فاتت قلنا مباني، لما كنا بنروح المبنى نخبط على كل بيت عشان نعرف الوحدات السكنية اللي فيه والوحدات غير السكنية، عيادة الدكتور، مكتب المحامي، الشركة، ودول كنا بنجيب بيهم إطار ودول إطار. وكنا لو كانت شقة كنا بنقول لصاحب الشقة أنت متاح لك أن تدخل محدش يجي لك تاني، وأنت تدخل بياناتك بنفسك ذاتيا. ده متاح، كان متاحا في التوقيت ده. لان احنا ما هحكي لحضرتك الحكايه تعرفي ليه ما عادش متاح دلوقتي. كان متاح ليه؟ لان انت لو ابديت الرغبه، لو جدنا الاستاذه منى في بيتها وقلنا لها وكان دول مدربين علشان يقولوا لكل الناس متاح لحضرتك انك تدخل بياناتك ذاتيا باستخدام الانترنت في مرحله السكان، لما بدل ما نجيلك لا انت تدخل بياناتك، وبس من فضلك لو كنت حابب ده ادينا رقم تليفون موبايل علشان في توقيت عد السكان هنبعت لك رسالة على الموبايل بالباسورد بتاعتك انت بس، كل واحد يبقى له باسورد مختلفة. اللي أبدوا هذه الرغبة في مرحلة السكان في مرحلة المباني كانوا 1,250,000 أسرة قالت احنا نقدر ندخل بياناتنا إلكترونيا. احنا الجهاز اللي بيعمل بيانات مؤشرات التكنولوجيا المعلومات، وعارفين ان عندنا 18% من سكان مصر عندهم انترنت في البيت، و46% من الاسر عندها اكسس للانترنت او تقدر تروح الانترنت من الشغل، من الانترنت كافيه، من النادي. فكنا مستهدفين وكنا الحقيقه نفسنا الناس اكتر تدخل بياناتها هي عشان دول ما يلفوش تاني على البيوت ويروحوا. وعند لو عايزه حضرتك خصوصيه بقى، خصوصيه مطلقه ان انت هتدخلي بياناتك بنفسك ولا حد هيشوفها خالص ولا يطلع عليها انسان اخر. يعني فاذا بقيه الايام اللي فاتت والاسبوع المتبقي لازم يبقى مانيوال، لازم يبقى يعني الفرصه راحت. طيب هستاذنك معالي الوزير ان انا اسال اللي خبطوا على البيبان، ولو في حد يفتكر مواقف طريفه غريبه، يعني حاجة حصلت سواء حلوة أو وحشة، يعني أكيد أنتوا قابلتوا ياما وحصل معاكوا حاجات كتيرة جدا. اتفضل. مفتوح. أحمد مير بسون، محافظة المنوفية. أهلا كان بيك. من المواقف الطريفة إن إحنا بما أننا بلد ريفي كان إحنا قلنا ممكن تواجدنا صعوبة وإحنا داخلين البيوت. اكتشفنا إن في أهالي اتعاونت معنا كويس وفي ناس دخلوا وكلوا وشربوا شاي داخل البيوت. والله. وفي مجموعه دخلنا مره بنخبط ناس طلعت مبلغ مالي افتكرنا ناس مش عارف بنخبط، قلنا لهم لا احنا فلان الفلاني كذا كذا كذا. هو عايز يقول لك الله يسهل لك. لا ما هو ما يعرفش الهويه لحد ما عرفناه. ومرحله تانية كمان ان البلد الريفي غير البندر طبعا. طبعا الارياف كله الاهل بيبقوا كويسين في ناس اتغدت وناس فطرت وناس شربت شاي. اسكت لما علي وزير يحبسك. لا فعلا والله. وبيوت اهالي كلها. طيب مين تاني؟ اتفضل. محمد سيد، مراقب بندر بني سويف. اهلا يا استاذ. كانت من الصعوبات في بدايه المشروع ففي بدايه الشغل معاون وهو شغال اتعرض ان المخابرات مسكته وحبسته
فراح متصل بي على طول. وهو ايوه دي مواقف حياتيه. اتصل بي على طول على طول ايه في الحال. فانا وهو ما لقاش يروح يعد عند المخابرات اللي حصل. لا حصر مباني سيادتك. وبرضه معاون تاني تعرض. ما هي مواقف يعني مش محطوطه في الكتالوج بس حصلت. حصلت وبرضه معاون تاني راح يعني يعد المبنى. طلع المبنى ده تبع المخابرات. قالوا لا تعالى بقى. قالوا تعالى خده. فانا اتوجهت له على طول لما دخلت للمسؤول هناك فتفهم الموقف وطلعه على طول. امتى هتظهر نتيجه التعداد؟ احنا المرحله دي ان شاء الله نتمنى انها تخلص في العشر ايام الاولانيين من شهر رمضان باذن الله. نبتدي معدها مباشره باسبوع مرحله المنشات اللي تستمر 3 اسابيع. نامل ان احنا نخلص كل ده في الاسبوع الاول من شهر يوليا وناخد يوليا. ناخد شهرين على اخر اغسطس ان شاء الله نعلن النتائج. بس انتوا دايما يعني بخبرتنا في التعدادات السابقه انه دايما بيبقى في نتائج اوليه بعدها فتره قليله وبعد كده نتائج تفصيليه. ده هيحصل المره دي برضو؟ النتائج الاوليه معايا وانا قاعد دلوقتي مع حضرتك. فعلا النتائج اللي هم جابوها من نص ساعه موجوده ونقدر نطلعها. بس هم لسه ما خلصوش من النظام. ايوه انا بقول لحضرتك النتائج متاحه لحظه بلحظه. لكن مفيش بقى المره دي اوليه نهائية. احنا النتائج الأولية بتاع التعداد 2006 الأخير أعلنت بعد 3 شهور من نهاية الأعمال الميدانية. أما النتائج النهائية كانت بعد 18 شهر ودي طبيعة التعدادات الورقية. نتائج التعدادات نتائج هذا التعداد النهائية ستكون بعد 2 شهر يعني في نهاية أغسطس إن شاء الله. نعدك ونعد المجتمع كله وده ميزة التعداد الإلكتروني. التعداد يعني الأرقام، الأرقام يعني قاعدة البيانات، قاعدة البيانات يعني معرفة المشاكل والفرص، معرفة المهددات المخاطر، وكمان معرفة الأحلام. يعني قاعدة البيانات في أي شيء، في أي شيء ولو صغير مهم، ما بالك لما يبقى لدولة مكبلة بالمشاكل. أول حاجة نعرفها عشان نحل مشاكلنا هو كام ومنين وفين. بشكر المجهود الجبار اللي قام بيه أكتر من 40,000 شخص مع الجهاز. بشكر اللي تعاونوا، المواطنين اللي تعاونوا عشان البيانات تبقى موجودة ودعوة دقيقة. بقى لاستمرار التعاون إن شاء الله. بس إحنا قلنا إيه الصيام برضو له إيه. تمام إحنا مراعيين. أخيرا بشكر معالي الوزير أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وكل سنة وانتم طيبين.